المضاربة في البورصة هل هي حلال أم حرام؟ المضاربة في البورصة مدارها على نوع المعاملة. يعني أنا دلوقتي هضارب في البورصة، هروح أشتري أسهم في شركة من شركات نعم السيارات حلال، هروح أشتري أسهم في شركة والعياذ بالله من شركات الخمور حرام. يبقى مدار حكم التعامل في البورصة على نوع المعاملة اللي هضارب فيها. لكن شراء الأسهم من حيث المبدأ حلال، الأسهم شراها من حيث المبدأ جائز وحلال، والحرمة عارضة بسبب نوع الشركة نوع أو نوع نشاط الشركة.